ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من اللعبة الرائعة توب وور باتل جيم. أنا اليوم انجبرت أعمل هذا الفيديو لأنه اجتني كثير رسائل على انستغرام وعلى مواقع التواصل الثانية. كيف انتقلت بالفيديو السابق؟ يا جماعة الفيديو السابق يعني فيديو يعني يقولوا لي على فيديو وصار له يعني تقريبا سنة، يعني الدنيا تغيرت، يعني اللعبة تغيرت، أشكال الناس تغيرت، يعني كل شيء تغير، يعني الوضع كان يختلف قبل سنة. أنا ما أقول لكم إنه محاربين إنه المحترف الميكانيكي أفضل من أو الميكانيكي الخبير أفضل من محاربي النخبة، لا بالعكس. أنا قلت لكم شغلتين، قلت لكم أنا فضلت الميكانيكي الخبير لأنه أنا زلمة ما بدي أشحن. فتكتبوا لي بالرسائل إنه أنت اختاريت. يا شباب الفيديو هذا هلا راح أحط لكم الفيديو على الشاشة، هذا الفيديو وراح تلاقوه على أعلى يسار الشاشة، روحوا شوفوا الفيديو. الفيديو يعني تقريبا صار له سنة، يعني كان الوضع يختلف، كانت اللعبة تختلف، كانت قوانين اللعبة تختلف، كان فينا نبني أكثر من منجم ذهب، كان في عندنا مركز ضرائب، كنا نقدر نرقي الحصاد الآلي، يعني كان فيها كثير شغلات تختلف عن هلا، حتى القوائم والأزرار كانت مختلفة، يعني كأنها مو توب وور. روحوا شوفوا الفيديو واحكموا. تمام اخواني، مثل ما شفتوا بالفيديو السابق اخواني انا تورطت بالتبديل وما بعرف، يمكن خلل من عندهم، يمكن ما بعرف، يمكن قوانين ما بعرف، الله اعلم. انا بالتبديل ما بدلوا لي التروس، يعني خلوا بطاقات النخبة، يعني ما بدلوا لي بطاقات النخبة على التروس، خلوها مثل ما هي، مثل ما تلاحظوا، مثل ما شفتوا، يعني ما بدلوا لي بطاقات النخبة بالتروس والله يسامحهم. انا شاك انه هذا شيء متعمد، انا بشك انه شيء متعمد، ما بعرف، يمكن خلل، ما بعرف، لانه يعني في شباب قالوا لي انه نحن بالتبديل تبدلت معنا، يعني بطاقات النخبة صارت تروس، واللي بدلوا من الميكانيكي على النخبة كمان التروس صارت عندهم بطاقات، ما بعرف، يمكن الخلل عندي باللعبة، ما بعرف. فالمفروض يعني حتى إذا كان خلل عندي المفروض يعني يعطونا ميزة تخلينا مثلا نبدل التروس خلي يا أخي نبدل بطاقتين النخبة بترس واحد، مو مشكلة. يعني أنا تعطلت بهاي الحالة، أعطوني حل واحد، يعني ما في غير حل واحد، ويعني ما بيكفي، يعني ما بيكفي الصراحة. يعني بكرة بدك تحتاج 8 تروس و10 تروس وأكثر يعني بالتطوير. أول حل أعطوني إياه، أعطوني إياه عن طريق الشحن، يعني 19 أو 20 ريال سعودي تحصل عليه صندوق مواد التخصص. انا قلت لكم انا ما راح اشحن ليره بهاي القاعده. وكمان عندك حدث كشف المستور، وكمان نعرف حظنا، نحن نعرف حظنا الزفت. على فكره يمكن بعمل لكم حلقه عن كشف المستور، هناك خيارات يعني انه تقدر تحصل فيها على الصناديق والتروس. كيف يعني تجي على المتجر، اول شيء عندك بقيمه 20 ريال سعودي تقريبا باقة المواهب المتقدمة، يعني عاطينك مسرع، المسرع ماشي حاله، وعاطينك صندوقين، يعني صندوقين شو بيعملوا لي؟ طيب المسرع عجبني بس صندوق ما عجبتني. وكمان عندك حدث كشف المستور. تمام انا ما عندي الماس. طيب هلا كيف بدي العب كشف المستور؟ كيف بدي العب كشف المستور؟ يعني يمكن ما تجيني الجائزة. هاي هي الجائزة مثل ما شوفوا، صندوق مواد التخصص، يمكن تجيني يمكن ما تجيني. كمان هاي الشغلة صعبة. عطيناك خيارات ثانية اللي هي متجر الفيلق. متجر الفيلق يعطيك ثلاث تروس وصندوقين. هذا متجر الفيلق ماشي حاله. تمام نشتري هيك، نشتري التروس بهذا الشكل. شباب انا غلطت قبل ما يجي التحديث، انه لما كنت اطور بمحاربي النخبة فتحت كل الصناديق،
يعني كان غلط. هاي الصناديق اذا عندك مثلا 100 200 صندوق لا تتسرع وتفتحها فورا، فقط عند حاجتك. مثلا يلزمك 10 تروس او 10 بطاقات نخبة، افتح لك 10 صناديق، اما لا تفتح الصندوق كامل. ما بتعرف يمكن بالمستقبل يدور ببالك انه مثلا تبدل من النخبة على الميكانيكي او من الميكانيكي على النخبة، ما بتعرف. فنصيحة مني لا تفتح الصناديق كامل. اذا مثلا عندك اكثر من صندوق، فقط عند الحاجة. اذا مثلا التطوير بده منك مثلا هذا التطوير، هذا عندي بده مني 3 تروس، افتح 3 صناديق وخلاص يعني، اما الباقي خليه فقط يعني حسب التطوير، يعني حسب ما بده منك التطوير، اما لا تفتح الصناديق كامل. الخيار الثاني الثالث، وين صرنا احنا؟ الخيار الثاني، لا صرنا بالخيار الثالث. طبعا هاي بالمجاني مو بالشحن، عن طريق متجر الاستكشاف. متجر الاستكشاف يعطيك ترس واحد ويعطيك صندوقين. يعني بهاي الحالة راح تحصل عليه، خلينا نحسبون 4 تروس و3 صناديق. بهاي الحالة راح تحصل عليه سبع تروس يوميا. فما بعرف، انا بشك انه هذا الشيء متعمد، ما بعرف. انتم شو رأيكم؟ انه وسبع تروس تمام، 7 تروس شو بتعمل لي هلا؟ هلا هاي طالب مني 4 ولساتني بالبداية، كمان لساتني بالبداية، لسه ما تقدمت كمان. التسريب بهذا الشكل، هلا بده مني 5 تروس. يعني ما بقى عندي إمكانية إنه أطور اللي أدرس الشغلة الثانية يعني. فهاي مشكلة الصراحة، مشكلة وكابوس بصراحة. يعني لو بدري إنه، لو بعرف انه بيصير معي هيك يعني، ما كنت ضليت على المحاربين النخبة، كان هلا وصلت ل3 ابطال كمان بمحاربين النخبة. يعني صارت علي مثل الكابوس بهاي القاعدة يعني، حتى ما يعني مرات ما بدي افوت على القاعدة، يعني ما بدي اشوف القاعدة بعد هاي المشكلة اللي صارت معي. فهمتوا علي شلون تجيبوا التروس اخواني اذا صارت معكم هاي المشكلة؟ عندك متجر الفيلق، وعندك متجر الاستكشاف، هاي بالمجان. اذا بدك مثلا تجيبها بالمجان يعني امنوا لك. باقي عندي صندوق واحد، وين يعني؟ لا مو 7 اخواني، مو 7 يعني، نسيت يعني كان في صندوق ما اشتريته. يعني يوميا تحصل على 8 تروس. الصناديق كمان ما فتحتها، نسيت افتحها. تحصل على 8 تروس عن طريقها، و بالطريقة المدفوعة عندك ال، وين صرت؟ وين رحت أنا؟ لك وين رحت؟ تعال على المتجر. عندك الباقة اليومية تعطيك صندوقين، وعندك حدث كشف المستور. أما أنت وحظك بحدث كشف المستور. صرت حتى انسى اماكن الاحداث. انت وحظك بحدث كشف المسور، يمكن يطلع عندك يمكن ما يطلع عندك. هاي هي تلاقيها بالجواز. تمام اخواني، انا عملت الفيديو هذا للرد على الشباب. يا شباب الحكي قبل سنه يختلف. هلا اللعبه يعني مو مثل هاللعبه القديمه، يعني مو مثل هلا. توب وور تغيرت كثير بعد التحديثات، وبعد كثير شغلات يعني اضافوها باللعبه، اللعبه تغيرت كثير بعد التحديثات. يعني الحكي هذاك قبل سنه، ايه انا كنت افضل يعني مقاتلين النخبه، لانه كان في 3 ابطال، لانه كان في 3 ابطال. هلا افضل المحترف الميكانيكي، لانه انا ما بدي اشحن، وكمان اضافوا لي 3 ابطال. يعني شو بدي اعمل اذا انا ما بشحن؟ شو بدي اعمل بالنخبه؟ اكتبوا لنا بالتعليقات اخواني رايكم، ولا تنسوا تروحوا تشوفوا الفيديو، وروحوا شوفوا قديش اللعبه مختلفه عن هلا بذاك الوقت.
قبل سنة، روحوا شوفوا قديش لعبة توب وور كانت مختلفة. تمام اخواني، بالنهاية بتمنى لكم اطيب الاوقات. كان معكم اخوكم باسل من قناة محترف جيمر، والسلام عليكم.